السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. في البداية ديال 2021 واللي كان العالم مازال فيها تحسب الخسائر ديالو البشرية والاقتصادية ومازال تحت صدمة كارثة كورونا، وبالضبط في 6 يناير خبر غادي يغطي على كاع اخبار الدنيا، وكان الحدث هو اقتحام مسلح لمبنى الكابيتول الكونغرس في واشنطن. وهذا الاقتحام ماشي في جمهورية الموز بل في ميريكان، القوة العظمى رقم واحد في هذا العالم حسب تصنيف مراكز الدراسات الاستراتيجية اللي كتحكم فيها. فهذاك النهار التاريخي ولحظات قبل الكارثة كان الكونغرس تعقد جلسة باش يصادق فيها على فوز بايدن بالانتخابات الرئيسية. جلسة كانت متزامنة مع تجمع كان دارو ترامب قدام البيت الأبيض، وعلن فيه المناصرين ديالو أن الانتخابات تزورات والفوز سرقوه منه. ترامب غادي يشجع المناصرين باش يمشيو للكابيتول بعد ما عمرهم مشاعر الوطنية وشحنهم وقال لهم ظهروا بطريقة سلمية ووطنية، بحيث قال لهم وهذه ترجمة حرفية: عمركم غتقدروا ترجعوا بلادكم المخطوفة إلا كنتوا ضعاف، خاصكم تبينوا القوة ديالكم اليوم قبل غدا، خاصكم تكونوا أقوياء. وبحال في داكشي ديال الجيوش ديال الافلام القدام في صحة شي معركة قدام شي عدو، المناصرين غيبداو يغوتوا ويقولوا فلنقاتل من اجل ترامب. تلوحها وتهرب امولاي الصديق مع هذا المشهد اللي ما غادي تلقاه غير في هوليود وفي ميريكان. في نفس هذاك الخطاب ترامب غادي يقول لمايك بينس النائب ديالو واللي كان كيترأس الجلسة في هذاك الكابيتول، قال لي بين لي الشجاعة ديالك وحبس عملية المصادقة على النتائج اللي فيها بايدن رابح. مايك غير رد عليه بالزربة وقال لي انا ما نقدرش ندير هذا الشيء حيت الدور ديالي غير بروتوكولي، ما عندي في يدي حتى شي صلاحية. وفي الوقت اللي كانوا فيه اعضاء مجلس النواب والشيوخ تفرزوا في الاصوات، حشود كبيرة من الاف المتعصبين لترامب غادي يهجموا على الكابيتول بعد ما هرسوا البيبان والشراجم ورموا القنابل اليدوية. فهجوم فاجئ رجال الامن ديال تما اللي عمرهم توقعوا بحال هاد الديكور يطرى. داكشي علاش غيدوزو هما وهادوك النواب والشيوخ اكفس يوم في حياتهم بالخلعة، كاين كاع اللي دارا في سروالو امولاي الصديق. فهداك الهجوم تقتلوا فيه 5 من الجانبين من غير الجرحى، والجانبين تنعنيو به رجال الامن والمتمردين، اما البرلمانيين فكانوا هبطوهم للمخابئ السرية، حيث هذيك الحشود الغاضبة كانت هايجة كتغوت شنقو مايك بينس رئيس الجلسة ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بحال داكشي ديال الثورة الفرنسية. البرلمانيين في المخابئ السرية وهما تسمعوا هاد الغوات ديال التوعد بالقتيلة وتشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي، غيبقاو يديروا في تغريدات وفيديوهات مصورة كيطلبوا فيها من ترامب باش يخاطب هادوك التوار يتكالماو وإلا غطرة من الزارة. ترامب بتويتة وحدة غادي يكالمي الهائجين وقال لهم عودوا إلى منازلكم أيها الرائعون، أنتم فريدون، أحبكم، وكل شي رجع منين جا. غير مشاو أخوات الدنيا غيطلعوا البرلمانيين الفوق من المخابئ السرية بعد ما جات تعزيزات عسكرية، وغادي يكملوا الجلسة وغادي يصادقوا على النتائج الرئاسية واللي فيها بايدن غيولي الرئيس الجديد ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وغادي يخرجوا قرار فوري باش يقطعوا على ترامب خيوط العنكبوت وبلوكاوه من كاع وسائل التواصل الاجتماعية. وهنا أمولاي الصديق غادي يعطيك واحد المعلومة حصرية أول مرة غتفهمها حيت عمر شي حد حليها الشفرة من قبل. صحاب الحال ملي شافوا أن ترامب ولا تخدم سلاح العنكبوت ديالهم ضدهم وغرب تويتا ولا قادر يقلب الدنيا عليهم، غادي يجيبوا واحد من ولادهم هو ايلون ماسك وقالوا ليه شري تويتر وجري على كاع اللي مع غانا وماشي معانا. ايلون ماسك صياد الهمزات كما تيقولوا عليه لي فان ديالو من هادوك اللي متبعين هادشي ديال البورصه، راه ما شراش تويتر من اجل الربح المادي، بالعكس راه دفع فيه الثمن اللي فايت القيمه ديالو بالتريبل وكاع اكثر. داكشي علاش لي فان ديالو والمتتبعين ديال هادشي ديال البورصه ما فهموا والو فهاد الخطوه اللي دار، حيت ما عارفينش العلاقه بينه وبين صحاب الحال. هذا كان امر من الفوق قالوا لي شري تويتر راه ولا تيشكل خطر. داكشي علاش ترامب حتى هو غادي يدير تويتر الخاص به وسمى المنصه ديالو تروت يعني الحقيقه، وكاع المناصرين ديالو غادي يدخلوا ليها. اقتحام مبنى الكابيتول
راه كان محاولة انقلاب أمولاي الصديق، راه غير ترامب اللي حبسها في اللحظات الأخيرة، وهو كان شي واحد آخر من غير ترامب كون راه عدموه. داكشي علاش بعض السياسيين اللي كانوا في الأول معاه كلاو الخليع وبداو تيقدموا في الاستقالات ديالهم، خلاوه بلا ظهر فوج الانتخاب ديال المحاكم اللي سيطروا عليها الديمقراطيين. ورغم كاع داكشي ما غادي يصوروا منه والو، بالعكس عاد زاد ليه من الشعبيه وزادت ليه الثقه في راسه انه هو المهدي المخلص. ميريكان أمولاي الصديق الارض ديالها موجبه ومتحكمه فيها طاقه سلبيه، وهذا الشيء كتلاحظوه في غضب الطبيعه اللي كل شيء عندها باحجام غير طبيعيه XXL، من فيضانات الحرائق واعاصير كل شيء باحجام غير طبيعيه، في اي لحظه تقدر تضرب شي كارثه تمحي مدينه على قدها من الخريطه، حيت الشر راه عمرو تينتصر على الخير مهما طغى. المهم بعد هذيك المحاوله ديال الاقتحام وتنصيب عمي بايدن دندن، غتبدل القوانين وغادي يحطوا وسائل التواصل الاجتماعي تحت المراقبه، وشحال من واحد مسكين دقوا ليه البره بانت سكته قلبيه، وشحال من واحد دار كسيده بانت كسيده طبيعيه. بعد هذاك الاقتحام طاح الدرابو ديال الميريكان وبان الوجه الحقيقي ديال الديمقراطيه ديالهم، وبدا التطرف اللي كان في القرون الوسطى ترجع اكثر حده وتنظيم وتسليح. دابا القضيه عندهم راه وصلت للطاقيه ومرحله اللا عوده، واليمين بكثرة الهضره المعاوده على تزوير الانتخابات دخل ليه هذا الشيء المربع اليقين في الدماغ. ميريكان راه هارب علينا بزاف هذا الشيء ديال وسائل التواصل الاجتماعيه اللي ولاو تعتمدوا عليها في كل شيء، حتى في جمع الاخبار اللي عوضات الوسائل التقليديه ديال المحطات التلفزيون. وهذا واحد الخطر كبير يقدروا يتلاعبوا بنادم وتتوقع بهذا الذكاء الاصطناعي اي حاجه، يقدروا يرجعوا لك كاع القذافي ولا بن لادن ويخليوه يهضر. ميريكان باش خرج من هذه الازمه راه خاصها ترجع للتاريخ اللي غتلقى فيه انه في ظروف مماثله، ملي كيتسد الحوار بين جوج احزاب او حزب واحد راه خاصو يتقسم باش يخرجوا المتطرفين اللي فيه يديروا حزب خاص بهم قبل ما ترون الدنيا، بحال اللي طرا مع الحزب الجمهوري الديمقراطي اللي كان غير بوحده، ومن بعد خرجوا منه الديمقراطيين والجمهوريين وكل واحد فيهم شد طريقه، وكي بحال اللي طرا مع حزب الاستقلال في المغرب وخرج منه الاتحاد الاشتراكي، وكي بحال اللي طرا عاوتاني الاتحاد الاشتراكي وخرج منه النهج المتطرف وداك الشيء ديال الوش. هذا هو الدواء ديال هذا المرض أمولاي الصديق. تبان ليا مازال خاصنا حلقه اخرى في هذا الموضوع، ونجمعوا هاد الاجزاء بثلاثه ونحطوهم في حلقه واحده اخرى قبل ما نرجعوا للبلانات ديالنا اللي بدينا نكملوها. دائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد. تحياتي.